اوكي. يس. ايه ده؟ حاطط بشعر صدري. ايه ده؟ واتس اب جايز، ويلكم باك. عاملين ايه؟ تمام. انا قلت واحد بس ما بينزلش بقاله فتره فيديوز، فعمال مال بيخرف في الشانل. ما اعرفش هو بيعمل ايه، بس يعني منزل شويه حاجات لمهاب. ما اعرفش سمى القناه مهاب شادي اصلا، مش عارف هو بيعمل ايه. المهم يعني اللي فكنا من الحوار ده، ان شاء الله هيرجع يعني زي الاول واحسن. مش عارف ازاي اصلا، بس ان شاء الله هيرجع. المهم يعني تمام. قبل ما نخش في حلقه النهارده، حابب اشكر الناس اللي عملت لايك على الفيديو بتاع اليوتيوبر الفشيخ اللي فات. بصوا، الناس دي بسطتني جدا. بالنسبه للفيديو ما وصلش للناس كلها، عندي النوتيفيكيشنز بيبقى مشاهدات النوتيفيكيشنز من الفيديو مثلا من 15% لـ20%، وده ممتاز جدا عندي، والنسبه دي كويسه جدا. فاتمنى انها تقل مع مرور الوقت، لان هي ما بتقل على فكره يا شباب. معنى كده ان في مشاهدات اكتر بتيجي من بره، فمعنى ان في مشاهدات زياده من بره، فمعنى ان في لايكات اكتر، في اشتراكات كده يعني. المهم يعني خلينا نفهم الموضوع ده. فالناس الفيديو ما وصلش غير 5% بس، يعني بدل من 15% لـ20% وصل 5% بس. فانها وصل للتارجت اللايكات اللي انا عايزه 250 لايك، مع ان اصلا الفيديو ما وصلش للناس كلها. فدي حاجه بسطتني جدا. فمعنى كده الناس استفادت من الحلقه، والناس استفادت من الحلقه اللي قبلها، فبالتالي تمام. شكرا. يلا نخش الفيديو. حلقه النهارده حلقه مهمه جدا. الحلقه دي من غيرها انت لو عايز تبدا قناه يوتيوب وما سمعتش الحلقه دي، مش هتعرف تبدا قناه يوتيوب. اتس فاكت، حقيقه. المهم يعني ان حلقه النهارده هنتكلم فيها عن حاجه مهمه جدا، او عن ثلاث حاجات الحقيقه، عن ثلاث حاجات مهمه جدا. وركز معايا. سوري انا حاسس ان انا مهايبر شويه النهارده، ولكن الفكره ان انا الفيديو اللي فات كنت نايم، فانا قلت ما عودتكوش على النوم ده، لان انا غالبا مبقاش نايم اصلا، ببقى مهايبر كده. ولكن الفكره ان انا كنتش نايم بقالي يومين. ف ركز معايا. ولكن قبل ما نبدا الحلقه، وقبل ما نبدا اقول لك على كام حاجه انا عارف ان وقفت كتير، ولكن قبل ما نبدا الفيديو ده، عايزين نوصل الفيديو ده ل 250 لايك برده. فلو انت مشترك في القناه وعايز تدعمني اعمل لايك، ولو حتى لو عجبك الفيديو او ما عجبكش اعمل لايك برده. ولو انت مش مشترك في القناه وحابب تشترك اعمل لايك، ولو انت مش مشترك في القناه ومش حابب تشترك اعمل لايك برده. فكل حاجه انت بتوديك انك تعمل لايك، فانت كده كده هتعمل لايك. شكرا جدا. يلا نبدا الفيديو. طيب الثلاث حاجات دول هما العنوان. خلينا نتكلم في العنوان، وبعد كده نتكلم في الثلاث حاجتين الباقيين، ما خليناش نحرقهم يعني. طيب اول حاجه العنوان. العنوان بتاع اليوتيوب المفروض يبقى عامل ازاي عشان يشد الناس؟ ناس كتير قوي بتسالني السؤال ده، ازاي اعمل عنوان كويس؟ طيب بدايه يا جدعان، الناس تقول لك العنوان القصير بيشد الناس اكتر من العنوان الطويل. لا، الكلام ده مش صحيح. الكلام ده العنوان القصير بتبقى حاجه كويسه ومفيد، ولكن الكلام ده كله يعني ان العنوان طويل مش مفيد خالص. لا، مفيش الكلام ده خالص خالص. يعني العنوان طويل بيجيب مشاهدات برده، يعني العنوان القصير بيجيب مشاهدات، الاثنين بيجيبوا مشاهدات. ولكن الفكره ان انت كاتب ايه، الفكره في المحتوى اللي انت كاتبه، انت كاتب ايه في العنوان عشان يجيب الناس. تمام. بدايه في طريقتين لاختيار العنوان. في طريقه بتبقى عشوائيه، ولكن عشوائيه عن عشوائيه تفرق. في عشوائيه يعني اعمل وخلاص، اللي هو زي ايه بقى، اقول لك زي ايه. مثلا لو بنتكلم عن التصوير، نتكلم عن حاجه في مجال التصوير، ممكن نكتب مثلا شرح، او بلاش تصوير عشان في ناس بتزعل، خليها ماشي، خليها موبايلات. خلينا نتكلم عن موبايلات. مثلا موبايل نوت 5 بتاع شاومي مثلا، ممكن ناس تكتب مراجعه هاتف ريدمي نوت 5 من شاومي. تمام، شاومي ريدمي نوت 5 من شاومي، مراجعه هاتف شاومي ريدمي نوت 5 من شاومي. ممكن ناس تكتب كده. ممكن ناس تكتب الهاتف الافضل في الفئه المتوسطه من شاومي ريدمي نوت 5 مثلا. في ناس ممكن تكتب عنوان كده، وناس تكتب عنوان كده. الاثنين عشوائيين، ولكن ده عشوائي بطريقه وده عشوائي بطريقه، يعني ده حاجه وده حاجه. تمام، ايه اللي هيجيب مشاهدات اكتر؟ هو ده اللي هيجيب مشاهدات اكتر، اللي هو مثلا ده واحد بيدور على احسن تليفون. انت بتكتب الكلمه اللي تشد الناس، مش كلمه مراجعه تليفون او مراجعه هاتف كذا كذا كذا. الكلمه مش هتشد حد، لازم تكتب حاجه تشد الناس، حاجه يكون فيها حماس كده، حاجه كويسه. وبالذات لو انت بتعمل على موبايلات او حاجه، اذكر ال يا مميزات يا عيوب. يعني مثلا لو انت بتكتب عنوان عن موبايل مثلا، خلينا برضو في السيمبل بتاع الموبايلات، لو مثلا هتكتب عنوان عن الريدمي نوت 5، فاكتب ان ده احسن تليفون في الفئه المتوسطه من شاومي مثلا. كتبت عنوان عن موبايل عالي، اكتب ميزه في الموبايل ده الناس كلها بتدور عليها في العنوان، اكتبها في جمله صغيره في العنوان، تكون في اوله او في اخره، اي حاجه. تمام، وبرده وانت بتكتب العنوان ما تنساش المحتوى الرئيسي بتاعك، يعني ما تكتبش الميزه دي وتنسى اصلا انك تكتب ان دي مراجعه عن تليفون كذا. تمام، فانت اكتب الاثنين. عشان كده بقول لك ان العنوان الطويل ما يفرقش حاجه عن العنوان القصير. تمام،
ولكن برضو ما يبقاش طويل اوفر، يعني ما يبقاش طويل خالص، لا في عناوين بتبقى صغيره قصيره متوسطه في حاجات كده، لكن ما يبقاش طويل اوفر. تمام، يبقى اتفقنا العنوان لازم يجذب الناس، لازم ما تكذبش في العنوان، ارجوك ان كده انت ما تكذبش في العنوان. تمام، وانا كنت بكذب في العنوان قبل كده في فترات يعني، ولكن حاليا لا، ما تكذبش في العنوان، اكتب عنوان كويس يشد الناس. يعني مثلا هقول لك على حاجه، في مثلا العاب كتير قوي على النت بتتلعب، مثلا زي لعبه فورتنايت. لو بتلعب مثلا انت فورتنايت، انت ممكن تلعب فورتنايت مثلا بشخصيه نينجا مثلا، ما اعرفش اصلا شخصيه نينجا ولا لا، المهم يعني ممكن تلعب فورتنايت بشخصيه نينجا، فانت بتلعب وتقتل في ناس وبتعمل كيلات كتير وعمال مبهدل الدنيا فورتنايت، هتكتب في العنوان ايه؟ ده سؤال ليك، تكتب ايه؟ مش عارف صح. طيب ممكن تكتب فورتنايت ووك ثرو، يعني انت بتلعب فورتنايت، ممكن تكتب ووك ثرو دي صح ولا مش عارف، المهم يعني ممكن تكتب كده ان دي يعني مسيرتك في فورتنايت انت بتلعب، ممكن تكتب مثلا فورتنايت بارت 1، ممكن تكتب مثلا تعالى شوفني انا بلعب فورتنايت، ممكن تكتب اي حاجه، لكن انت ممكن تكتب ازاي تبقى نينجا محترف، احسن صح، فيها فكره، فيها احلى، والناس تخش تلاقي بتلعب فورتنايت يدوك لايكات، لا مش هيدوك لايكات ما تخافش، الفكره يعني خليك جري، خليك جري في العنوان، مش يعني ما تكذبش، ولكن خليك جري، انت ازاي تبقى نينجا محترف، انت واحد بتلعب فورتنايت بشخصيه نينجا عمال بتقتل في الناس، دي فكره. فهو ده العنوان، ده الصح، ده الصح، ده اللي يوتيوب بيقول لك اعمله. تمام، ما تكذبش بقى اوفر، مش الحاجات دي، لا ده الصح. خلينا نخش على النقطه بعد كده، وهي الصوره المصغره. انا افشل واحد اقدر اديك نصايح على الصوره المصغره، ولكن انا اقدر اقول لك على شويه حاجات كده. يعني اولا الصوره المصغره، حاول تختار الوان تكون فاتحه. تمام، انا ما بعملش الوان فاتحه عامه يعني، المهم يعني حاول تخلي الصوره المصغره بارزه، يعني تخلي، حاول تعمل ستوك في الصوره المصغره، لو انت شخصيه مثلا حاطط نفسك او حاطط حاجه حاول تعملها ستوك وحاول توضحها، حاول لو في كلام مهم عايز تبينه اعمل الالوان الصح اللي تبينه، مش لازم تمشخ صوره مصغره وتعملها حاجه واو لانك انت مش عبقري فوتوشوب، يعني انا بتكلم على ناس مبتدئه، يعني لو انت عبقري فوتوشوب فكده انت هتطلع شغل احترافي، ولكن انا بتكلم على الناس المبتدئه، ما تحاولش تلبخ كتير، حابب تعمل حاجه بسيطه اعمل صوره لشخص ما بالتعبير الوجهي اللي انت عايزه بيدل على الفيديو، وجنبه كلمتين بالظبط على اللي انت عايزه، بس كده. تمام، ما تهريش كتير في الصوره المصغره بالذات لو انت مبتدئ فوتوشوب، اما لو انت بتعرف تشتغل فوتوشوب حاول تعمل صوره مصغره احترافيه، حاجه صح، حاجه ما حدش يقدر يقول لك دي التلاته كام فيها، وانت اصلا ما حدش يقدر يكلمك يعني، بس برضو نفس الكلمه كده ما حدش يقدر يكلمك فيها. تمام، لو كنت ناس تعمل لايك انزل اعمل لايك دلوقتي عشان نقدر نكمل، عشان اقول لك النقطه التالته، يلا نخش على النقطه التالته. النقطه التالته ولحد دلوقتي الكاميرا ما فصلتش ودي معجزه، النقطه التالته وهي الفكره، وانا سايبها للاخر لان دي اهم نقطه، الفكره هي اهم حاجه في الفيديو كله، اهم حاجه في القناه كلها. اقول لك على حاجه، انت لو عملت فكره جديده هتجيب مشاهدات، ايوه لو عملت فكره جديده هتجيب مشاهدات، بس انت مبتدئ محترف، دي نصيحه لكل الناس، لو عملت فكره جديده هتجيب مشاهدات، اي فكره جديده، انت واحد بتلعب جيمز عملت فكره جديده في الالعاب هتجيب مشاهدات، انت واحد تقني عملت فكره جديده في المحتوى التقني بلاي ليست جديده، بلاي ليست جديده، عملت حاجه جديده هتجيب مشاهدات، الناس هتتفاعل معاك، لازم تعمل حاجه جديده، ما تبقاش ممل، لازم تجدد افكارك، ما تفضلش ثابت على البلاي ليست اللي انت بتنزلها بس، لازم تعمل حاجات جديده، وبرده ما تقلتش يعني، فاهم؟ لو تعمل حاجه جديده ما تقلتش، لازم تبدا تشتغل شغل جديد. تمام، ما تثبتش على الشغل اللي انت فيه وتقول يا عم هو بيجيب مشاهدات متوسطه مش ممل، لا انت عايز حاجه اعلى، لازم تعلى للمستوى اللي بعد كده. تمام، قناتك بتعلى، انت لازم تعلى مع القناه، لازم تحدث من المحتوى بتاعك عشان الناس تجيلك، لازم تعمل حاجه تستاهل الشير، اما لو طول عمرك بتنزل تطبيقات اندرويد واي او اس ومش عارف، طب انت استفدت ايه؟ ما خلاص بتنزل تطبيقات، واحد بيخش بياخد كام تطبيق وخلاص، خلصت خدت اللي انا عايزه خلاص، انت بتنزل ربح انترنت بس، خدت ربح انترنت خلاص، خلصنا فهمنا اللي احنا عايزين نفهمه خلاص، في حاجات يوتيوب دخلت اتفرج على يوتيوب بس، تمام خدنا اليوتيوب خلاص، خرجت من القناه ما استفدتش اي حاجه غير مجال يوتيوب بس، مجال ربح انترنت بس، مجال، لا خلي القناه بتاعتك تكون بتتكلم عن اكتر من حاجه في بلاي ليست كتير. فاك تفصيلي دلوقتي، خلاص كنا ننهي الفيديو، شيت كنت بقول ايه بقى؟ حاول تنوع في المحتوى اللي انت بتعمله وتخليه في بلاي ليست كتير، دي مهمه جدا. تمام،
انك تعمل اكتر من نوع محتوى، مش يوتيوب بس، مش ربح بس، مش تطبيقات بس، مش شروحات بس، لا، تنوع في المحتوى. لو انت قناه تقنيه او اي قناه بقى، لو انت اي قناه، دي نصيحه لكل الناس، لو انت اي قناه حتى لو فلوجر، حتى حاول برضو تنوع من المحتوى بتاعك. شفت اقول لك اسمه حازم احسن فلوجر في مصر، كنا عارفينه. حازم عمل بلاي ليست جديده خالص اسمها حازم ريفيو او حاز ريفيوز، حاجه زي كده. المهم يعني بيعمل ريفيوهات لحاجات، لمطاعم، لموبايلات. لازم يحدث، لازم تجدد المحتوى بتاعك، ما ينفعش تفضل زي ما انت. ما ينفعش نو واي انك تفضل على اللي انت فيه، ما ينفعش. لازم تحدث المحتوى بتاعك، لازم تجدد، الناس ملت منك. اوكي، اظن ان الثلاث حاجات دول هم اهم ثلاث حاجات في اليوتيوب. اهم ثلاث حاجات هيخلوك تعلى، اهم ثلاث حاجات هيخلوا القناه بتاعتك تفايرل بسرعه، وبالذات الناس اللي بتعمل محتوى رياكت، الناس اللي بتعمل محتويات بتفايرل بسرعه. فالناس دي لو اشتغلوا على الثلاث حاجات دول، بوم، حقيقه يعني. ولكن الناس المحتوى التقني ربنا يكون في عونهم. بس كده، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش توصل الفيديو ده ل 200 وبس كده. ان شاء الله يكون الفيديو ده عجبكم، واتمنى ان شاء الله ما تنساش انك توصل الفيديو ده ل 250 لايك في اقل من يوم، وان شاء الله هنقدر نعملها. يعني احنا عملناها قبل كده اوف يومين، ولكن الفكره ان الفيديو ما وصلش، واحنا عملناها قبل كده ووصلنا الفيديو 266 لايك في اقل من يوم، في 7 ساعات او 8 ساعات. فده ممتاز جدا، وانا مبسوط جدا باللي بيحصل ده. فاتمنى ان احنا نستمر على الموضوع ده عشان اقدر استمر كمان في البلاي ليست دي. ولو ما قدرناش نوصل، فهضطر اوقف البلاي ليست طبعا، لان مش بالو دراعك والله. بس الفكره اللي هي ايه، لا، مفيش دعم على البلاي ليست، فاكيد هندور على فكره تانية. هو ده اللي بعمله الايام دي عشان اقدر اوصل لتارجت كويس قبل نهايه السنه دي. مفيش دعم على البلاي ليست، هنعمل حاجه تانية، تمام؟ فان شاء الله اشوف دعم، ان شاء الله تكون البلاي ليست دي عجبتكم، وان شاء الله هتلاقوا حاجات احسن طول ما انت بتكمل معايا وطول ما انت بتدعمني. بس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. متنساش لايك، شير، سبسكرايب، اعمل شير للفيديو ده عشان يوصل لناس تانية ممكن تستفيد ولا حاجه، مش عارف، انا حاسس ان انا بفيد، حاسس ان انا مفيد، مش عارف ليه. المهم يعني حاول ان انت تعمل شير للفيديو عشان يوصل لناس تانية، متنساش تعمل سبسكرايب لو كنت اول مره تشوفني. بس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام. فاك 15 دقيقه ليه؟